هذا وكانت أصوات المساجد قد صدحت في العاصمة عمان بتكبيرات المصلين قبيل أداة صلاة العيد ودعواتهم بالرحمة لشهداء الوطن الذين قضوا خلال الشهر الفضيل، مهنئين بعضهم البعض بمناسبة عيد الفطر السعيد. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. شهر كامل بأيامه ولياليه اصطفت فيها جموع المصلين في المساجد تقطع الليل تسبيحا وقرآنا ودعوات، فحق لتلك النفوس أن تفرح بهذا العيد. مشاهد الفرح بالعيد ومظاهر السرور والبهجة صدحت بأصوات تكبيرات صلاة العيد. المواطن أصبح بحاجة لأن يجعل من هذا العيد فرصة لدفق الأمل في قلوب أحبطها اليأس، وبدت مظاهر اليأس في صور شتى، منها ما نشاهده ونسمعه على نشرات الأخبار كل يوم من قتل وعنف وحروب. عذرا يا سيدي يا رسول الله، لقد طالت يد الغدر والخيانة والظلم والإجرام حتى مرقدك، وأنت قد جئت بالعدل والتوحيد، جئت بوحدة الأمة، جئت بالإنسانية يا رسول الله. بأي وجه يلقونك يوم القيامة يا رسول الله وأنت تسقي لمن شئت يا خير الأنام؟ رغم يد الإرهاب الغاشمة التي طالت وطننا الحبيب، رغم الدماء التي سالت مع بداية الشهر الفضيل، رغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به المواطن، للعيد فرحة لن يقتلها أحد. علي الأعرج، رؤيا